السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. هذا اليوم السابع في تحدي إنكتوبر، والموضوع مرهق أو متعب. حقيقة البنت اللي أنا رسمتها هنا في هذا الفيديو مش راضي عنها، حسيت بكثير أخطاء فيها وما كانت مثل اللي أنا متخيلتها حقيقة، بس يعني كنت أحاول وكنت بدي أرسم غيرها بس لأني انضغطت شوي بالوقت، قلت لا خلاص بما أني صرت رسمتها تعبت عليها. على كل فكرة مش كثير قعدت عليها، بجزء 40 دقيقة فقط، لأني ما تعبت بالتلوين ورسمت تعرفوا يعني عادي سكتش عادي. حسيت أنها قبل ما تتلون كانت أجمل ما أعرف، وخبصت عينها يعني قديش صغير العين وزي اللي بتخوف حتى حسيتها. الشعر حبيت أني ألونه بس يعني بحبر واحد من المايكرون، لكن فرشاي كان بلون بني. صح، بعدين ضفت لون من لون البشرة على الشعر، صحيح انه هيك عشان يبين على شقار نوعا ما. اما الحمد لله حصل خير، مش مشكلة، صح خبصنا، هذه مش نهاية العالم ولا نهاية الدنيا. ان شاء الله بالايام القادمة راح يكون رسم افضل ان شاء الله ان شاء الله، يعني انا اكون على الاقل راضي عنه. وننتقل لفقرة الاسئلة. اول سؤال من زد اوتاكو جيل بتقول: هو في مشكلة لو كنت استعمل الوان رخيصة؟ انا من وقت ما بديت الرسم كنت الون بالوان رخيصة وانا محترفة جدا باستعمالها، هل هذا خطأ؟ هل ضروري استعمل الالوان الغالية والاصلية؟ اكيد لا حبيبتي، انا عاملة كثير فيديوهات احكي فيها، ودايما اصلا هذا يعني شعار اهم شيء انه يبقى قدامك، انه ولا مرة الادوات هي اللي بتخلينا محترفين او تخلينا ان احنا نستخدم او نلون صح ابدا. يعني مثلا هسا انت حدا مبتدئ او انه بادي مشواره هسا بالرسم، الوان كوبيك، الماركر كوبيك، يعني كوبيك ماركرز، هل راح يستخدمها صح؟ وعلى فكرة في ملان نماذج في اليوتيوب، أولاد يعني يبقى معهم مصاري يقدر يشتروا فيها الكوبيك ماركرز، يعني أنا مش ضدهم، بس يعني إنه تقدر تشوفوا الفرق بين واحد بيستخدم ألوان مثلا رخيصة ومحترف فيها، وواحد بيستخدم ألوان كوبيك وهيك وألوان جدا غالية وما بيعرف يستخدمها. يعني الإشي واضح، الجودة ما هي مهمة للألوان، يعني مش دائما هي الشيء اللي دائما احنا ننتبه لها او انه نخليها قدام عيوننا. يعني احنا في البداية لازم نعرف نستخدم كيف نلون، نبدأ بألوان رخيصة نتدرب عليها، وبعدها نطمح الا انه نجيب اشياء غالية. يعني انا الماركر اللي بستخدمه هذا جدا رخيص، يعني حق الكلام الواحد 5 شيكل، يعني 5 ريال مقارنة بالكوبيك. الكوبيك ثمنه تقريبا 35 ريال، وبيقولوا في امريكا يبقى الاشي ارخص يمكن 25 او 20، مش من هالنوع سمعت. فاكيد الالوان الغالية ما هي السر ان احنا نكون متطورين بالتلوين ابدا. وحتى في بيقولوا انه 3% فقط من جمالية الرسم هي الادوات، فقط 3%، الباقي خبرت. في شغلة بدي احكي عنها، في تعليقين متناقضين شفتهم. تعليق بيقول لي مثلا انه ليش ما تقصري مدة الفيديو يكون 10 دقائق، وتعليق بيقول لي ليش ما تبطئين الفيديو او تخليه ممكن يكون بطيء مثلا. يعني شوفوا، يعني هذول التعليقين على نفس الفيديو، وكيف بدي اجمع بينهم؟ يعني كيف بدي ارضي الطرفين؟ ما اعرف. فبهذا الفيديو كان يعني نوعا ما الرسم بطيء، يعني انا دائما بسرعه اكثر من هيك. وبنفس الوقت البنت الثانيه بتقول ليش ما تقصري مده الفيديو. فلما اقصر مده الفيديو راح يكون اول شيء اسرع، وثانيا ما راح احكي اكثر، يعني اني ما راح اجاوب على كثير اسئله. فبدي احاول اخلي اليوم قصير وفي ايام ثانيه طويل، وهكذا حشوف. يعني ما اعرف ايش ممكن اسوي، يعني كل واحد وله راي، فاهمين؟ فرح أنوع معناها. هانو تشان بتقول: أبرار عندي سؤال، إحنا الرسامين أغلبنا ليش بنهتم بالمتابعين بعددهم؟ كل ما نرسم يصير عندنا متابعين أقل، ونجتهد نحبط أنفسنا وما نرسم عشانهم ونوقف بس لأنه ما في متابعين خلاص بوقف الرسم. شفت رسامين لحد الآن يهتمون بالمتابعين، وش الحل؟ أي شخص برسم مش مشان نفسه
هذا بالنسبة لي وبنظري فاشل. نقطة أول السطر، في البداية لازم ترسم لنفسك وبعدها ترسم من أجل الآخرين، يعني إنه عشان مثلا تطورهم، هاي الأهداف مش عشان عدد، هذا واحد. وعلى فكرة في ملان نماذج، ملان نماذج يوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي ملان، مش بس بمجال الرسم، مجال الأناشيد يعني الموسيقى وهذه الأشياء، يعني ملان ملان ملان. شو بقول لك؟ لأنه أنت بتحط ليش لايكات، لأنه أنتوا ما فيش مشتركين كثير، لأنه ما فيش تفاعل، أنا بديش أنزل. بالله أنا ليش بدي أشترك مع لشخص ما بيحترم موهبته وما بيحترمني كمتابع لإله؟ أنا بتفاعل عنده، يعني على فكرة ما بفهمهم هذولا، يعني بجلطوني على فكرة. شو أنت بتستنى منهم لايك، وبتستنى منهم شير، وبتستنى منهم اشتراك، وبتستنى منهم تفاعل أخرى؟ يعني أكبر مثال خلينا نيجي على قناتي. قناتي فيها 49,500 وإشي مشترك، حلو؟ مين اللي بتفاعل؟ 1,000-2,000 بيشاهدوا الفيديو، 100-200 بيعلقوا، 100 لايك، إيش من هالنوع، 100-150 لايك. ومرة تدمرت، مرة عملت إشي، بالعكس أشوف إنه كل واحد، ولو واحد كتب لي تعليق، ولو واحد حط لي اشتراك، ولو واحد أعتبره جداً جداً شخص، يعني أنا لازم أحترم هذا الشخص لأنه يعني قرر إنه يتابعني، لأنه قرر إنه يشوف إشي أنا بسويه، لأنه احترمني. بالعكس يعني ليش أنا مش فاهم ليش هم ما بيقدروا يشعروا بهذه النشوة وبهذه الفرحة، إنه واحد بيتابعك، إنه واحد بدعمك، ولو واحد قاعد بشجعك. وإذا مش موجود هذا الواحد، أنت موجود لنفسك. إحنا فاتحين القناة مشان نتطور، مشان نتعلم، مشان أنا أستفيد منكم وأنتوا تستفيدوا مني، يعني الإشي مصالح مشتركة. فكشخص أنت بتهتم للمتابعين وعددهم كعدد، كيف يعني كيف أصلا بسمح لك تفكيرك إنك تعد متابعينك كعدد؟ مش فاهمة كيف. بس إذا أنت من هالنوع، رجاء غير نظرتك، لأنك أبدا مش راح تنجح بمجالك، وراح تظلك يعني زي وكأنك مودك أو مزاجك بصير يطلع وينزل على حسب اللايك، لايك طلع لايك نزل، هيك بصير المزاج بيطلع المزاج بينزل، بتتعصبن بدريش وبتخرب حياتك كلها، وبرضه بتبطل ترسم عشان بس تمنهم ينطوك لايك وينطوك اشتراك وينطوك تفاعل. يعني هاي أفشل تفكير ممكن يعني تفكر فيه في الحياة. فبالنسبة لي طبعا، يعني ما بعرف عنكم، بس أنا جدا بنجلطوني هاي النوعية، فتأسف. يعني سارة كانت تسأل، أبرار عندي سؤال، كيف يمديكي تركزي على القناة وانت عندك دراسة؟ حاليا احنا مش بدراسة، احنا بعطلة، ب15/10 بتبدأ الدراسة، يعني بنص الشهر. ولكن يعني تعال نحسبها، انه انا برسم مثلا تقريبا خلينا نقول 2-3 ساعات، حلو، هاي نخليها على جنب. مونتاج خلينا نقول ساعة وساعتين، تسجيل مقطع مرات نص ساعة، فنحسب من كلنا على بعض يعني بجوز 7-8، طبعا تينزل الفيديو اخرى، بس خليها هاي على جنب، تينزل الفيديو فيش مشكلة. تقدر تقول 7 ساعات بروح من يومي، 7 ساعات إشي كبير. بس مثلا امبارح اضطريت اني ما انا مش بدري عشان ارسم، يعني انه قعدت ارسم على الساعة 12 بالليل، فعشان اسجل الصبح الصوت يعني، وعشان امنتج بدري، وعشان ما انزل متأخر. فما بعرف شو ممكن يصير معي لما افوت الدراسة. بس شفت قاعدة بكره اسب التعليقات، شفت من زينب ماضية، صراحة أكرم منيح زينب، كتبت لي خطة كيف أسوي، فشكرا شكرا شكرا جزيلا لك. شوفوا كيف إحنا نتعاون مع بعض، شوفوا كيف إحنا نستفيد من بعض. يعني كديش هذا الإشي بيسعدني إنه شخص بيهتم لي وبكتب لي نصائح، تخيلوا لأي درجة. فما أعرف كيف هاي الناس اللي بتفكر بالمتابعين كأعداد، كيف بيطوعهم قلبهم يا أخي. هب هب بتقول لي، ليش ما رسمت الصورة اللي أرسلت لك إياها على الإيميل؟ ارسميها ولونيها بالقلم المائي. عزيزتي حاليا انا في تحدي انكتوبر، يعني في برضو بعض الاشخاص برضو طلبوا مني اني ارسم لهم شخصيات معينة. انا حاليا في تحدي انكتوبر اللي هو بيظل مستمر معي من اول الشهر، من 1/10 ل 31/10. ففي هذه الفترة ما اعتقد اني راح ارسم شيء من طلباتكم. اتمنى انكم تأجلوها شوي يعني، واتمنى انكم ما تضايقكم من هذا الشيء، لانه انا ما اخذ تحدي على نفسي. وبس ما بدي أطول المقطع لهذا اليوم،
أتمنى أني أفدتكم ولو بالقليل. الرسمي ما عليكم منها، مش عارفة مستحي أتفرج عليها حتى. المهم وبس، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، فيديو بكرة، ومع السلامة.